فما أرضية مشتركة مع سيريو 48 حتى نحدد منهجية العمل في المرحلة الثانية، وخاصة أن الاثنين مؤسسات يشتغلوا نوعا ما على الرقص. مركز بيروت للسنتر تايزر لأنهم حتى هما كيشتغلوا على الموسيقى الإلكترونية بطريقة أخرى، والمؤسسة الأخرى هي بيساريا، عرفت أنهم خدامين على أوديو فيجوال لاب في بيساريا، وفي الفورست عندنا لاغ نوميريك، سي ان اسبي كون فو ديفلوبي اوسي في الفورست فيست. مؤسسة فور فيست لان احنا شايفين هو في برنامج مشابه لبرنامج احنا بنقوم بيه، فشايفين ان ده هيبقى عبارة عن تعاون مثمر لو نقدر نقول عليه يعني. اول شيء ستيريو 48 بالموسيقى وبالمساحة اللي عنا إياها فينا نبادر خبراتنا. بساريا اللي هنا فيديو كولكتيف، وفي مجموعة من المغرب اسمهم 4S. فما خراريف، القرب صار ناتورال، ما نعرفش كيفاش، من الأول كان إنساني وبعدين هي خراريف فيها منطق الخرافة، واللي هو شيء ما يبعدش برشا على المسرح في الكتابة على الأقل. فاحنا حكينا في مشروع مشترك يصير في الأردن ومختلف منه في تونس، والثاني راقصون المواطنون الجنوب التونسيين، واكيد ستيريو 48 باش نحكي معهم على انه في بنزرت حتى مره ما صارت تظاهره للرقص المسرحي، فراح تكون تظاهره في بنزرت مختصه في الرقص المسرحي. بشكل عام احنا حابين تقريبا مع الكل، لانه كل حد عم نقابله من خلال سواء عباره او المورد عنده محتوى مهم، احنا بحاجه انه نوثقه او نعيد انتاجه بطريقه ما، ولانه احنا مهتمين بالاخر باكثر من بلد مش بس بفلسطين والاردن.